Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amma darsin kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyota irra ergama bodatahu hawalin hasoina. Laqad katamallahu ta'ala al-anbiya'a bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbin kenna ingese inchufe nabiyyumma ergamtota نبي محمد ينجفه فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد انتاني أبا ديروتة سنرى أبا نمتقوتو انتاني مالته ملئ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ارقما ربي تهي قيفما نبيوت مرات تهي كنبيين مرتي إسرت قيفم وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب الذي ليس بعده نبي أني شفا إسدوب النبيين برآهن جره يجر الرسول لربي وخاتم النبيين جتشون ودوها كن أموهن دبلي معنى كان الرد ودوها إفقالت أنه بمعنى آخرهم رسول لربي كأمو جنفول أفن أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده كنبيين ايغا اسانيتي هنجر كدوبر فنجتون وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عند السفر الى تبوك ويتسفرت تبوك تديما نبي امون سيدنا علي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى بكبوءك هارون نبي موسى الرابك بؤي بكبؤاك ينته من جالته غير أنه لا نبي بعدي ملئ نبيته إيقاكية هنجره رواه البخاري وقوله لم يبق من النبوة إلا مبشرات هنهفن نبي يما إراهما ونهف هنجره مبشرات ملئ جران قالوا وما المبشرات ما الإسين قمت شيفتون جنان قال الرعية الصالحة منام غاري ملي وني حفه هنجرو منام امو غاري ارغون چتو ونبي يوم مرة بوعا اسيتي ملكن اسي اللي غاف درا دف اللي رسول ربي رؤيا غاري ارغني اكما لفتي بريتون اسيت دفن نبي محمد اما اللي اخر نما شفا نما فودو غيا قيام اللي ساني اكما اخر ارغم توتا مراتين وياك يا ما ربين صدرك إساني قدام الإسوف جال الله إساني مل إسوف شفاء نما مرا وسميت الشفاعة الأزمة شفاء قرقد وجد أمتي وأممت لأنها لا تختص بأمته أمتنا بمحمد والرئيسان التأمان بالجامتي أمت دران تر اللي من لدن آدم إلى آخرهم غرتني كان مره فرتي جيتو فقط بل ينتفع بهذه الشفاعه غير امته من المؤمنين ور مؤمنته شفاعه اساني كانت النفعه لان العذاب انواع لم يكون اثرال يودم عذاب برات ديما مل غرتني عذابني قطاني غسغس ادون اساني رتي غدي كلويته إسان قبؤون اللي عذابا وهم في الموقف عذابهم وسن اللين عذابهم والفديهة هناك في ذلك فديها اللين مشهد قدى سنرت عذابهم فبعض المسلمين يفضحون قريم إسلامتوتا أجت فديهاتا يعني ينادي عليهم الملك ملائكة إسانرت للبا هذا فلان بن فلان كن إبلو إبلوتي عمل كذا أكنا دلقي يعني كان الرتي أمو فديهان كن اللين أذاب ما يجو لأن الخلق يكون عليهم وقوف خلق إيه كان أمو أمما كان مرا رابطة إساني الرتي أرقما ها
حتى يقضى بينهم حاجة أمو إسان الرت مرتاهت بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار إبدت تكاغر غلو تكاغر إبدا ديمو تكاغر جنة ديمو حتى يقول الكافر من شدة البؤس حاجة أمو أتشت ركو أتشت أرغمر كافر رجل الذي يقاسيح من حر الشمس أو أدعر كإسان التبو يا ربي ارحمني ولو إلى النار يا ربي رحمتنا قولي وسوغر إبدال لنا إرقتي يعني ركو حقا نجرس تجر ور ربي تأمني ور إبادة إساق أبو حقا ركاء لمن صبحي نسلاة تنجيت تابنكم. وفي الحديث المروي في الصحيحين مكاري مسلم كيستك أوديف سمي وهو حديث الشفاء إسا كيست دبين إيرا إسا اللي قباب سنيتما في دنة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي جلان يجمع الله الأولين والآخرين والرجم فؤوتي في والردرار لربي والتقابة في سعيد واحد بأيتكت والتقابة فينظرهم الناظر أجمت واللالية ويسمعهم الدائي والروام اللي إسان تقيس إسا وتدنو منهم الشمس أدون إسان تقدخلوتي فيبلغ الناس من الغم والكرب نمنهن إرقا يا أموش إنكا إرقا ما لا يطيقون وان دنداني إسان همباني ولا يحتملون وان أموتنو يو إسان فرطانين دين فيقول الناس نمنهن جدا ألا ترون ما أنتم فيه وان إسن كيس جرتن كانهن أغرتني أم ولين جدا هلالتني ألا تنظرون من يشفع لكم نما إسني فراكتات هلالهن إلالن ماج الإفن والد جدهن فيقول بعضهم لبعض قرين قرين جد يا دوب أبوكم آدم أباكيسان آدم اتلاك إسان اتهاد أين أموجا فيأتونه نبي الله آدم اتلوفن فيقولون يا آدم يا آدم جلن أنت أبو البشر أبان نهورسه ألا تشفع لنا إلى ربك فران مغافت ربك أنك أك عذابك نر نكاسو ور جنتها جنتها أرغت ور عذاب اللي أسرها ديم ور بيتها جلنين اللي هاته جلني غافت أيا ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا وان دبين نغهين أغرتم وصون نغهت التجأنين فيقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح نبي نوح تلقى جدان فيعتون نوح نبي نوح تلقى اندوب فيقولون يا نوح جدانين أنت أول الرسول إلى أهل الأرض أتي أول ورى إرقاميتي ورى لفاتتي إيقامو ربتي ويقوتوم سم فجآتي لفكيستي إيقا وقا كما توقتيتي أموت نو نبي الله آدم را حقنا ترتي ستكونو أول إرقم تيتي وسماك الله عبدا شكورا قبرت أمو قجيلتي نقلتهم فتجد ربي سوامي أما ترى إلى ما نحن فيه وان نكيس جركنهن أغرتو ألا ترى إلى ما بلغنا وان نكيس جهي وان نتجهي ركون تجرتنا إن أجرتم ألا تشفع لنا فيقول هنجل نبي محمد تلقى فيأتوني نتلفني فأسجد تحت الأرش أرش إنجرت سجود قل فيقال نانجل أما يا محمد نانجل أن ارفع رأسك متى كان كي الفور سجود سنرى واشفع كرات وتشفع إن فرمتا سيكنا واسأل كرات وتعطى إن كنمتا واهد كراتني أكستي أبا شفاء آخراتي حق أموت نوي إسان تقراتا أولا لي آخرا لي سيد الأولين والآخرين جلاني ربي أمو شفاء إساني نهاهر ور شفاء إساني كنفات أمو ور إساني أمني وربي جئين دلقي وربي أمو إرّا أرغي إرّا قري إتفايا دم
ربي أمو ورّ أستك أبتنو هاجرو ربي ورّ شفاء إساني بوريلي أرجعتنو هاجرو ونها سوام وان هدو ربي نجايا ولتنو هادي بسو هقدر سيرفو ولتي ديبنو نجايا نبوقتا خيري كيس جراتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته